شكرا نزار. طبعا زي ما عودكم برنامج جيم، في كل حلقه حنستعرض لكم يعني ملخص الجولات الماضيه من الدوري الممتاز. في هذه الحلقه حنستعرض ما تبقى من مباريات الجوله الرابعه، باعتبار ان احنا الحلقه اللي فاتت تناولنا معظم مباريات الجوله الرابعه، وحنبدا من خلال هذه الحلقه مع ديربي مصراته، المباراه اللي كانت بين فريقي السويحلي والاتحاد المصراتي. اول مباراه للمدرب عبد الحفيظ ربيش مع فريق السويحلي، قدر انه هو يفوز بهدف مقابل لا شيء، الهدف اللي جاء عن طريق محترف فريق السويحلي فوديكيرا. طبعا فريق الاتحاد المصراتي بهذه الخساره سجل خسارته الثانيه هذا الموسم، المباراه الاولى مع المحله فاز 4-0، المباراه الثانيه تعادل مع ابو سليم 0-0 في ملعب الزاويه، وبعدين خسر مع الاهلي طرابلس في ملعب الخمس 3-2، وتو خساره في الديربي. بينما فريق السويحلي بعد يعني خسارته بثلاثيه نظيفه قدام الاتحاد، قدر انه هو يصالح جمهوره عن طريق هذه المباراه. نشوفوا تقريرها ونرجعوا لكم من جديد. في ديربي من ابرز ديربيات ليبيا، وفي قمه الاسبوع الرابع لفرق المجموعه الثانيه للدوري الممتاز، قدر السويحلي يفوز على جاره وغريمه الاتحاد المصراتي 1-0. المباراه اللي استضافها ملعب مصراته في اجواء نقصها الجمهور، واول مباراه يخوضها المدرب عبد الحفيظ ربيش في قياده السويحلي، بدا فيها السويحلي في محاوله لمباغته حارس الاتحاد المصراتي عن طريق البرازيلي اوتيمار، لكن من غير فائده. السواحلي يقدر يسجل هدف المباراة عن طريق المحترف الغيني فوديكيرا بعد خطأ من حارس الاتحاد المصراتي في التعامل مع الكرة. الفريق الأحمر واصل ضغطه في المباراة وكان قريب يسجل الهدف الثاني، لكن ما حالفاش الحظ. الشوط الثاني بدأ والاتحاد المصراتي حاول يلم أوراقه في سبيل تسجيل التعادل بواسط القداري بعد كرة مرفوعة من وليد حسن. السويحلي واصل ضغطه باش يسجل الهدف الثاني وتوارد الفرص بين الفريقين، لكن في النهايه اعلن الحكم عبد الواحد حريويده صافره نهايه ديربي مصراته واللي كان بالوان حمراء، واللي رفعت رصيدها للتسع نقاط وقعد رصيد الاتحاد المصراتي 4 نقاط. فرحة ربيش يعني من خلال نهاية هذا التقرير تلخص أن فريق السويحلي مر بمرحلة ضغط كبيرة بعد خروج المرجيني بشكل مفاجئ، وأيضا التعاقد مع ربيش والخسارة من فريق الاتحاد، الخسارة المفاجئة بنتيجة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. فريق الاتحاد المصراتي حاليا يمتلك 4 نقاط في المركز السابع في المجموعة الثانية، بينما فريق السويحلي وصل للنقطة التاسعة في المجموعة الثانية، أيضا خلف المدينة صاحب المركز الثاني، وأيضا فريق الاتحاد صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة. فريق السويحلي هذا الموسم من خلال 4 مباريات سجل هجومه فقط 6 أهداف، بينما استقبل حوالي 4 أهداف في هذا الموسم تحديدا، أو 5 أهداف تحديدا من الأولمبي، و3 أهداف من قبل فريق الاتحاد في الجولة الثالثة. حنمشي لمباراة أخرى ضمن مباريات الجولة الرابعة، هي مباراة الاتحاد وأبو سليم. الاتحاد بمفاجأة كبيرة جدا يخسر أمام أبو سليم ب3 أهداف مقابل لا شيء. يعني فريق أبو سليم اللي صعد حديثا للدوري الممتاز هذا الموسم مع مدربه أكرم الهمالي، حاليا هو أكثر فريق ما استقبلش أهداف في المجموعة الثانية. تخيلوا أن فريق أبو سليم استقبل هدف واحد في 4 مباريات فقط، يعني شغل كبير وعمل كبير، وحتى الأهداف من خلال التقرير اللي حنشوفوه بعد شوية كانت أهداف منظمة من قبل أيوب عمار وسراج شختور وأيضا عبد الله جديد واللاعب القادم من فريق الوحدة. حنشوفوا التقرير هذه المباراة ونرجع لكم من جديد ونوفوكم بتفاصيل وأرقام الفريقين. يقام هذا اللقاء. الاتحاد وبعد ما حقق 3 انتصارات ورا بعض في الدوري الممتاز، لقى روحه في مهمة صعبة ضد فريق كيف راقي للدوري الممتاز وهو أبو سليم في ملعب مصراته. خشوا الفريقين وكل واحد منهم يفكر في 3 نقاط، لكن الشوط الأول تم سلب النتيجة. في الشوط الثاني انتفض أبو سليم وقدروا الملاعبية يهزوا شبكة لوحيشي 3 مرات. الأولى كانت لأيوب عمار في الدقيقة 56، وبعدها قدر سراج شختور يضاعف النتيجة في الدقيقة 53 وسط باتة كبيرة من لاعبي الاتحاد. وفي الوقت بدل الضايع واللي كان فيه الأغلبية يستنوا في هدف تدليل الفارق من رفاق روما، وقع عبد الله جديد على 3 أهداف أبو سليم ويلحق بالاتحاد الخسارة الأولى ليه في هذا الموسم. الثالث لفريق أبو سليم.
من خلال 4 مباريات لفريق بوسليم، فوزين وتعادل وخسارة. المفارقة أن الفريق ما استقبلش إلا هدف وسجل 4 أهداف فقط من خلال 4 مباريات، يعني بمعدل كل مباراة هدف واحد. هذا بالنسبة لفريق بوسليم. حاليا الفريق يتواجد في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، يعني بوسليم اللي صعد السنة هذه للدوري الممتاز هو حاليا بالفرق الأربعة الأولى وقاعد ينافس ويقدم في مستويات كويسة. وليش لا، ممكن نشوفه بوسليم في مرحلة الإياب ينافس على واحدة من بطاقتين الصعود للرباعي التتويج. كل التوفيق لمدرب أكرم الهمالي وأيضا لفريق مسلم في قادم مباريات الدوري الممتاز. إلى مباراة أخرى أيضا في المجموعة الثانية بين المدينة والشط في ملعب مصرات، المباراة اللي انتهت بنتيجة سلبية. فريق الشط فريق التعادلات هذا الموسم، 4 مباريات، خسارة أمام الاتحاد 3-0 بقرار لجنة المسابقات، وأيضا 3 تعادلات. والمفارقة أن فريق الشط حتى الآن لم يسجل أي هدف في الدوري الممتاز، من خلال 4 مباريات ما سجلش ولا هدف. مدرب الفريق السيد مروان نصرات من خلال تصريحاته يعني قبل مباراة المدينة وبعد مباراة المدينة قال أنا راضي على أداء فريقي وتسجيل الأهداف هو مسألة توفيق فقط. يعني حتى في مباراة المحلة السابقة اللي كانت في ملعب الزاوية في الجولة الرابعة، فريق الشط حصل على ركلة جزاء في الشوط الثاني وتقدم لعبد المومو الكراوع وما قدرش يسجلها. معناه في مشكلة في فريق الشط، ممكن عدم توفيق زي ما قال المدرب الفريق، وممكن يعني في تركيبة غلط في الفريق ممكن يصلحها مروان نصرات مع الوقت. بينما فريق المدينة في تصريحات لرئيس الجمعية العمومية للنادي السيد علاء الدابة ما كانش راضي على أداء الفريق، وفي أخبار أن مدرب الفريق جمال خميس مش هيكمل مع المدينة اعتبارا من الجولة القادمة. نشوفوا تقرير هذه المباراة ونرجع لكم من جديد. في الأسبوع الخامس من مباريات المجموعة الثانية لدوري الممتاز، حسم التعادل السلبي بين المدينة والشط في المباراة اللي لعبت على ملعب مصراتة. السجال كان واضح بين الفريقين في الشوطين والفرص ما كانتش بالخطورة الواضحة. المدينة وبعد فوزها على أولمبي الجولة الفاتت حاول انه يسجل انتصار جديد وكان حيكون أثر كبير في مسيرته في الممتاز، لكن شوطي اللقاء كملوا بدون تسجيل أي هدف وقعدت نتيجة المباراة سلبية في النتيجة والأداء. الحواتة بالنتيجة هي وصلوا للنقطة رقم 9 في المرتبة الثانية ولو بشكل مؤقت، والشط لحد توا يدور في أول انتصار ليه في الموسم، وحاليا أصبح ملك التعادلات ورصيده 4 نقاط. زي ما شفنا في التقرير الشط حاليا ترتيب 11 وهو بالترتيب ما قبل الأخير في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط فقط، بينما فريق المدينة حاليا ترتيبه الثاني برصيد 9 نقاط وسجل خط هجوم هذا الفريق حتى الآن 5 أهداف من خلال 5 مباريات لعبها في الدوري الممتاز، 3 منهم قدام الأولمبي في ملعب مصراتة في الجولة الماضية الجولة الرابعة، وأيضا في 2 منهم قدام رفيق في أول مباريات الموسم من جديد، وهدف فؤاد التريكي اللي كان هدف جميل جدا. إلى مباراة أخرى في المجموعة الأولى كانت بين التحدي ودارنس. أخيرا فريق التحدي فريق الفهود بعد موسم استثنائي السنة الماضية قدر السنة هذه أنه يطلع من النتائج السلبية اللي كانت في أول 4 جولات، وقدر أنه يفوز على فريق دارنس بهدفين مقابل لا شيء. الأهداف اللي جت عن طريق جمع العبار وأيضا خطاب النجار حنشوفه ملخص هذه المباراة. فريق التحدي حاليا أصبح ترتيبه 9 برصيد 4 نقاط وقدر أنه يسجل 4 أهداف وعليه 5 أهداف، يعني الفريق ترتيبه التاسع عند 4 نقاط مسجل 4 ومستقبل 5 أهداف، بينما فريق دارنس هو من أضعف خطوط الدفاع هذا الموسم واستقبلت شباكة 7 أهداف ويتواجد في المركز 11 برصيد 3 نقاط، وهذا مركز لا يليق بفريق بحجم عراقة نادي دارنس. هنشوفوا تقرير هذه المباراة اللي التعبت في ملعب البيضة زي ما نشوفه ونرجع لكم من جديد. أخيرا الفهود جابوا أول فوز في الدوري الموسم هذا، تخبطات وخسائر ونتائج سلبية للتحدوية مع بداية الممتاز خلت وضعية الفريق صعبة في الترتيب، لكن زملاء الطاهر البرعصي قدروا مبدئيا يطلعوا من المأزق ويجيبوا أول 3 نقاط. جمعة العبار وقع على الهدف الأول في الدقيقة 24 مستفيد من عرضية متقنة. علي تخيل كان قريب من تعديل النتيجة لفريق دارنس في الدقيقة 29، لكن حارس التحدي أحمد العياد كان في الموعد. التحدي استنى لعند الدقيقة 80 علشان يأكد فوزه بعد جملة تكتيكية جميلة من قبل طه الشريف وزملائه، كملها خطاب النجار في شباك دارنس. المباراة انتهت بفوز تحداوي طلع الفريق من الحالة الصعبة اللي كان عايشها الفترة الماضية، ودارنس ما زال يتخبط في النتائج السلبية. الذي يسعى دائما لخلع الكسرة.
ألف مبروك لفريق التحدي وحظ أوفر لفريق دارس في قادم جولات الدوري الممتاز إلى مباراة أخرى في الجولة الخامسة في المجموعة الثانية بين فريقي الاتحاد والوحدة. المباراة دي قدر فريق الاتحاد أنه يفوز على فريق الوحدة بهدفين مقابل لا شيء. المباراة اللي التعبت في ملعب الخمس، بالتالي بعد خسارة بوسليم الاتحاد رجع من جديد للانتصارات وصل لنقطة 12 في صدارة فرق المجموعة الثانية. وبالمناسبة فريق الاتحاد حاليا هو أقوى خط هجوم في الدوري، قدروا لاعبي فريق الاتحاد يسجلوا 10 أهداف من خلال 5 مباريات لعبوها في الدوري الممتاز حاليا. أهداف المباراة زي ما حنشوفه في التقرير التالي، أهداف جن عن طريق عبد العاطي العباسي وأيضا عن طريق ربيع الشادي اللي سجل أول هدف مع فريق الاتحاد خلال الدوري. زي ما نعرف أنه سجل قدام ميراكل في الكونفدرالية في الدور 64، لكن هو هذا أول هدف له مع فريق الاتحاد في الدوري الممتاز بعد انتقاله من فريق خليج السرد. نشوفوا تقرير هذه المباراة ونرجع لكم من جديد. قدر فريق الاتحاد يصالح جمهوره في الأسبوع الخامس بعد ما فاز على الوحدة 2-0 في مباراة لتعبت دقائقها في ملعب الخمسة. أخطر فرصة في الشوط كانت في الدقيقة 34 وثنائية أكرم زوي والعباسي، لكن مسلم اتدخل في التوقيت المناسب. بعد بثلاث دقائق قدر ربيع الشادي يفتتح الأهداف ويسجل أول جول رسمي لي في الدوري مع الاتحاد. في الشوط الثاني وبسرعة مؤيد الجريتلي سجل الاتحاد الجول الثاني بعد ما كمل العباسي مجهوده بجول في شباك مسلم. أحمد زكي أخطر لاعبي الوحدة كان قريب من تسجيل الهدف الأول في مرمى الوحيشي لولا تعاطف العارضة مع الاتحاد. انتهت المباراة وقدر الاتحاد يعتلي الصدارة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات وتجمد رصيد الوحدة 7 نقاط. إلى مباراة أخرى في الجولة الخامسة، وللأسف هذه المباراة لم تكتمل دقائقها بين فريقي الأهلي طرابلس والمحلة في ملعب الخمس. المباراة توقفت عند الدقيقة 18 بتقدم فريق الأهلي طرابلس بهدف مقابل لا شيء. الهدف اللي جاء عن طريق اللاعب عبد الرحمن الأمامي في الدقيقة الأولى من هذه المباراة بعد كروس كان رائع جدا من اللاعب محمد الترهوني. طبعا حنخصه جديد هذه المباراة، هذه لقطات قدامنا من مباراة الأهلي طرابلس والمحلة، حنخصه يعني مساحة لهذه المباراة مع الزميلة أزاد بعد شوية وحنفهم وش صار في ملعب الخمس بين الفريقين. الأهلي طرابلس دخل هذه المباراة بمدرب جديد وأيضا مساعد جديد الكابتن طارق ثابت وأيضا الكابتن مبكر الحرك. ومن اللقطات في الشاشة ممكن حنشوفه هدف المباراة الوحيد اللي جاء عن طريق اللاعب عبد الرحمن الأعمامي. فريق المحلة مشاهدين يحتل المركز الأخير في الدوري الممتاز في فرق المجموعة الثانية برصيد نقطتين فقط، بينما فريق الأهلي طرابلس حاليا ترتيب الثامن برصيد 4 نقاط ويحاول أنه هو من خلال مدرب جديد طارق ثابت أنه هو يرجع لسكة الانتصارات، بالتالي يكون عنده حظوظ في التواجد في رباعي التتويج والمنافسة على التتويج بلقب الدوري الممتاز لهذا العام. أمامنا لقطات من مباراة اليوم وحنشوفوا هدف المباراة الوحيد اللي زي ما ذكرنا جاء في الدقيقة الأولى عن طريق عبد الرحمن الأعمامي. جونيور مكيسي ترجع الكرة مدرب فريق الأهلي هو المدرب الجديد طارق ثابت ويساعده بكر حارك تلعب الكرة من عند الرأس وهدف، هو الهدف الأول، هنا عبد الرحمن الأعمامي يسجل الهدف الأول. كان هذا هدف المباراة الوحيد، وزي ما نعرف أن المباراة توقفت زي ما ذكرنا عند الدقيقة 18. إلى مباراة أخرى في الجولة الخامسة كانت في ملعب الزاوية بين فريقي الأولمبي والخمس. فريق الأولمبي استضاف فريق الخمس وعنده طموح أنه هو يعني يحقق انتصار الأول في دوري هذا العام. فريق الأولمبي أضعف خط دفاع في المجموعة الثانية، استقبل 6 أهداف من خلال 4 جولات، وبالمناسبة المباراة هذه هي المباراة الأولى اللي ما استقبلش فيها أي هدف. عنده 3 نقاط فقط وترتيب العاشر. أمامنا الآن بطاقة هذه المباراة، فريق الخمس اللي عاد لسكة الانتصارات الجولة الماضية بعد فوزه على فريق الوحدة بهدف مقابل لا شيء، الهدف اللي جاء عن طريق اللاعب رضا أبو فارس، يتواجد حاليا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط عفوا. زي ما شفنا الفريق الأولمبي وزي ما نعرفه كلنا يعني أنه يمر بأزمة كبيرة، أزمة نتائج. نتمنى التوفيق لفريق الأولمبي اللي يعتبر فريق كبير في ليبيا وعنده صولاته وجولاته. إلى مباراة أخرى أيضا توقفت حتى هي بالمناسبة اليوم، يوم التوقفات في الدوري الممتاز بين فريقي الهلال وشباب الجبل في ملعب البيضة. توقفت المباراة بسبب مشاكل بين اللاعبين وأيضا شغب الجمهور اللي كان حاضر في مدرجات ملعب شيخ الشهداء في البيضة، لكن لحسن الحظ المباراة انتهت بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 95 لفريق شباب الجبل، الهدف اللي جاء عن طريق اللاعب محمد صلاح نجم فريق شباب الجبل. فريق الهلال بالتالي بهذه النتيجة يخسر
للمرة الثالثة هذا الموسم، وهي المرة الأولى مع المدرب الجديد ناصر الحضيري اللي لعب أول مباراة في الجولة الماضية أمام التحدي وقدر أنه يفوز بهدف مقابل لا شيء، بينما فريق شباب الجبل هو حاليا ثاني فرق المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط خلف الأخضر المتصدر. وبالمناسبة فريق الأخضر هو الفريق الوحيد في الدوري الممتاز هذا الموسم الذي لم يستقبل أي هدف. حوصل على السريع مشاهدينا الكرام، فريق دارنس وفريق التعاون استقبلوا 7 أهداف، هم أكثر فرق استقبلت أهداف في الدوري الليبي هذا الموسم في فرق المجموعة الأولى، بينما في المجموعة الثانية فريق الأولمبي زي ما ذكرنا هو أكثر فريق استقبل أهداف. نتيجة الفوز بهدف مقابل لا شيء تكررت في 16 مناسبة هذا الموسم، بينما فريق الشط هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل حتى الآن أي هدف من خلال 5 مباريات خاضها في الدوري الممتاز. فرق الأخضر والصداقة والأهلي بنغازي وشباب الجبل والمدينة هي الفرق الوحيدة التي لم تخسر حتى الآن في دوري هذا العام، كل الفرق سجلت في دوري هذا الموسم باستثناء خليج سرت وأيضا والرفيق والشط والمحلة والأولمبي. طبعا زي ما نعرف أن فريق الأنوار قدر أنه يسجل في الجولة الرابعة على حساب فريق نجوم جدابية في المباراة اللي خسرها 2-1. العودة الآن إلى الزميلة أزاد لاستكمال بقية فقرات برنامج جيم.